شاء الله تقوم بالسلامة وتقوم زي الفرس. أنا مش مطمن لولاية أحسان الداية دي، بقول نجيب حكيم. الصبر طيب يا معلم وفرج ربنا قريب يا رب. يا رب يا فرج الله. هانت يا معلم. تفتكر مين غيري عايز يشرب من دمك؟ ما قلتلك يا حسونة دي بين في جحر واحد ما يعيشوش مع بعض. هتفلت من ايدي يا دعبس، هقتلك وانا جوا قبري وادفنك حي. حسونة جوزك كولية. قالت له يا بيه انا ما اعرفش، انا كنت بولد وما كنتش داريانه باللي حواليا. طب والالافيت اللي كانوا قاعدين معاه؟ طالبين العفو والسماحه يا معلم. نبقى نشوف بعدين. والوليه ولدت؟ ولدت يا معلم. وجابت ايه بقى؟ جابت ولد. سميته ايه؟ معرفش يا معلم. بس بس ايه؟ ما تنطق. زنوبة ندرت الواد اللي خلفته عشان يقتلك يا معلم. هي ضمناه يعيش، ده الاعمار بيد الله. وبعدين زنوبة تحت عينينا ليل ونهار في الحارة. معلم دعبس، ولا زنوبة هربت من الحارة؟ هربت.
على العموم التفصيل. لا يا نور، انت بدك لما تخرجي هتشتغلي خياطه بصحيح يا اختي. يا ريت. هو انا طول الخياطه دلوقتي بتاخد لها 200 و300 جنيه في الفستان الواحد، يعني فستانين ثلاثه كفايه على الواحده في الشهر، ولا المرمطه مع اللي يسوى واللي ما يسواش. مبروك عليك انت بقى حبي تاني. اضحكوا واشبعوا ضحك انت وهي. السجاير مش كويسه علشانك. اذا عاوزه سجاره انا معايا. انا مش عايزاك انت تدخني خالص. قولي لي. نعم. انت صحيح ناويه بعد ما تخرجي تشتغلي خياطه؟ العلم عند ربنا، الايام دي مش مضمونه. انت دخلتي هنا بتهمه ايه؟ مش بيقولوا ما في الحبس مظاليم؟ واظن هتقولي لي انك انت واحده منهم. ايوه منهم. بس انا بقى سالت واتقصت وعرفت ان تهمتك قضيه دعاره. القضيه دعاره، لكن وربنا ما اشتغلتها الشغلانه دي. انا اتخذت ظلم بسبب واحد ربنا ينتقم منه مطرح ما هو قاعد. ظلم؟ اصل يا ستي جوزي كان بيلعب بديله وعرفت انه بيتنطط على شقه مفروشه. قلت يا بنت راقبيه ليكون اتجوز عليك. طلعت فوق اسال عليه، قالوا ده لسه نازل، ولقيت جوه رجاله غريبه قوي معاهم ستات. بفتح باب الشقه عشان امشي، لقيت البوليس في وشي. قال ايه؟ كبسة اداب. راحوا لمنهم ولموني معاهم، وديني قدامك اهو. لا حول الله يا ربي. مش الاول نتعرف على بعض بعدين نتكلم في الشغل؟ انا يا ستي شرفت هنا من شهر وبعد عنك واخدة اقصى عقوبة. يا عيني يا اختي. تسمع عن واحدة اسمها لقلق مظلوم؟ لقلق مظلوم؟ أظن سمعت عن الاسم ده، ده اسم الرقاصة مش كده؟ أنا الرقاصة دي. لقلق ده اسم الشهرة، لكن اسمي الحقيقي لطيفة مغاوري. طب يا ست لطيفة، الشغلانة اللي عندك تطلع إيه؟ رقاصة. رقاصة؟ بس أنا ما بعرفش أرقص. ما أنا هعلمك، وعلى فكرة تعليم الرقص أحسن من تعليم الخياطة. طب وإشمعنى أنا اللي اخترتيني من دون البنات دي؟ عشان انتي الوحيدة دونا عن البنات اللي هنا كلهم اللي ممكن تنفع في الشغلانة دي. طب وانتي مصلحتك ايه؟ طبعا ليا مصلحة. اديني سجارة. تديني كم سنة؟ 38. 48 سنة. ولو فيه عمر هخرج بعد 7 سنين من السجن، يعني هيكون عندي 55 سنة. ست عجوزة، السجن هدها. محلتيش فلوس، لأن كل الفلوس اللي كسبتها من الرقص ضيعتها في القمار. عرفتي ليه أنا عايزة أعلمك الرقص؟ عرفت.
أنا مش هطلب منك غير إنك تستريني. العمر اللي هيكون فاضل لي في الدنيا، وأنا واثقة واثقة ومتأكدة إنك هتكوني رقصة هايلة. قلتي إيه؟ اللي تشوفيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ دردير. أهلا. قل لي يا ابني، هو سيدي عبس موجود؟ موجود. طيب تقدر تاخدني لحد عنده؟ حاضر، اتفضل. ما تبصش يا حبيبي، السجاد بتاعنا عندي يدوي، يعني زي ما حضرتك شايف كده، مش شغل مكان. وما تتمش، السجاد سعره كل يوم بيزيد، واللي خازن سجاد النهارده زي اللي بيخازن دهب بالظبط. متشكرين يا دهب السيد، ان شاء الله بعد بكره هات ونعمل الطلب. وانا تحت امرك. اهلا وسهلا، أنست شرفت. مع ألف سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ ترديري. البركة حلت بوجودك يا سيدنا. أهلا وسهلا. بسم الله. شيخ ترديري، شيء كده من فضل المولى علينا. بس أنا ليا عندك عتاب شديد. خيرا، أي حاجة تضايقك يا شيخ تديري احرقها. بلغني أنك تنقش أسماء الله الحسنى والآيات القرآنية على السجاد، وأنت تعلم أن السجاد تدوسه الأقدام. أعوذ بالله. من أبلغني هذا لا يكذب أبدا. أيوه، هو مش كذاب لكن مش فاهم. أسماء الله الحسنى والقرآن الكريم بيكون على السجاد من الحرير، يدوب متر في متر، بيتعلق على الحيطان تحفة، بدل الصور والتقاليع يا شيخ درديري، لكن ينداس عليه. أعوذ بالله. ومن أدراك أيها الرجل الطيب أن الذي يشتري السجاد سيعلقه؟ أنت تبيع السجاد إلى الخواجات، والخواجات لا يعرفون القرآن ويجهلونه. دي عندك حق يا شيخ درديري، وكتاب الله ما خطر على بالي حاجه زي دي ابدا. هو النوع ده من السجاد انا مش هعمله الا بالطلب، وللناس اللي تعرف كلام ربنا وتفهمه. غفر الله لنا ولك. ما دي حد علشان يوصلني للخارج يا سيدي عبس. انا رايح المكتب اوصلك بنفسي. اتفضل يا شيخ درديري. بسم الله. باركت لنا المصنع النهارده يا شيخ الدين. بارك الله فيك. يا واد عزوز. عزوز. تحت امرك يا معلم. جمع البنات وخليهم يجوا المكتب يقبضوا واحده واحده كده. حاضر يا معلم. مكتب نبوية الصبح. صباح الخير. انت يا بنت ما غسلتيش وشك النهارده. غسله وحياه ربنا. امال ايه التراب اللي عليه ده؟ ده من تراب الثوب. اي مسكت. دول تشتري بيهم حتة صابونة عشان تشيل التراب اللي على وشك. تخليك لنا يا ده في البيت. في سعادتك ويزيدك. مفيش حاجة عشان الصابون. يا بنت انت وشك بيضحك من النظافة. انت بتغسلي وشك ليه؟ وغلاوتك بالشامبو اللي الاعلان بتاعه بيطلع في التلفزيون. وانا ادفع ثمنه. وجاي على نفسك ليه يا سعاده البيت؟ الشامبو قادر ادفع ثمنه، لكن الدرو والباقي على ازايز الريحه، كل ما اشوف البت بتاعت الاعلان بترش نفسها امصمص شفايفي. انت اسمك ايه يا بنت؟ خدمتك سعديه. شوف يا سعديه، انا اتكفلت بالاثنين، حكمان احب النظافه والريحه الحلوه. بس يا معلم مش كده يا معلم بقى. كفايه بقى يا معلم. كفايه انت عشان خاطري. بكره برضه في نفس الميعاد. استنى برضه قدام المستشفى؟ اي خدي. خدي دول كمان. اصل انا احب الكولونيا من الصنف الغالي.
وحياتك عندي، ده انا بشتريها مستورد بختم بلاده. تصبح على خير. بيت عطيار. نعم يا سيدي. حضري الحمام يا بنت، عايز استحمى وانام. خير. مساء النور. مش هتتعشى؟ لا، اللي لازم حمام ونوم. انا راجع مهدود. ايه يا معلم، خليك حنين معايا يا معلم. مش كده يا معلم، بالراحة عليا يا معلم، مش كده. أمال ازاي؟ منتظر اللحظة دي تجيني هنا عشان أقتلك وأدفنك حي. تعالى شفته ده يا سيد دعبس حلم مش كابوس، وهناك فرق بين الحلم والكابوس. وايه الفرق يا سيدنا؟ الحلم قد يتحقق، اما الكابوس فانه يخنق الانسان اثناء نومه، وانت قد سلمت والحمد لله. بس لو الحلم ده اتحقق دي تبقى مصيبه. والحلم ده تفسيره ايه يا شيخ درديري؟ الحلم يفسر نفسه، هناك من هو وراءك يريد ان يقتلك. من رأيت في الحلم؟ حسون الطرابيشي، بس ده مات وشبع موت. احذر ذريته. احذر من ذريتي؟ يا رجالة هي دي حاجة تضحك؟ طبعا. معقولة تاخد واحدة ست وتروح بيها تراب الغفير؟ لا ولا ايه؟ زعلان اللي جاله كابوس. لو كنت رحت بيها المقدم او ركبت الاسترات كان الموضوع يبقى شكله احسن. ولزومها ايه الشحططة دي كلها؟ ما في اي عمارة من بتوعه يا اخي يعمل شقة لمزاجه. انا غلطان اللي بحكي لكم عن اي حاجة. المهم انتوا مهتمين قوي بالموضوع الهايف ده وسايبين الموضوع المهم. يا اخي ما قلنا لك كابوس. كابوس؟ ما الكوابيس كتير. ممكن كابوس بأميرة الغولة مثلا، ولا كابوس بحية طولها 7-8 متر. اشمعنى الكابوس بتاعي يبقى بحسونة الطرابيشي؟ انا مش مرتاح. الراجل الطيب الشيخ درديري قال احذر ذريتك. ذريته يعني ابنه. الواد ده سيف على رقبتي ورقبيك يا رجاله. احنا مش كنا سوا ولا ايه؟ ايوه، بس انت المعلم. اللي بيصفي حساب يا مطاوع بيبتدي بالصغير. الواد ده لازم تلاقوه، لازم تدوروا عليه، والباقي سيبوه عليا انا. كل واحد يسيب اللي في ايده ويجي لي هنا كله. من بكره كل واحد يجي الشغل ومعاه شهاده الميلاد بتاعته اللي فيها اسمه واسم ابوه واسم امه والحته اللي اتولد فيها. والبطاقه ما تسدش سعاده البيت؟ انا بقول شهاده الميلاد يا بني ادم. والبنات كمان؟ البنات لا، عشان بيشتغلوا زهورات.
فضلوا بقى كل واحد على شغله. يلا. حضرتك يا اسمع يا بسلوني، انت من النهارده مسؤول عن الامن في المصنع. يعني ايه يا سيدابس؟ يعني العمليه مش هتبقى ماشيه جهجهوني كده زي ما هي ماشيه، لازم نظام. انا مش فاهم حاجه يا سعد. انا فاهمك، يعني ما حدش يدخل المصنع الا لما تشوف البطاقه بتاعته. وافرض واحد ما معهوش بطاقه دي. ما تدخلوش، ما تدخلوش الا اذا كنت انت بقى تعرفه معرفه شخصيه او سنه يزيد عن 25 سنه. تحت امرك يا سعد. 25 سنه يا بسيوني. حاضر يا بيه. اتكل على الله. 25. حاضر يا سعد. احبكم. على فوت دي سونيا ممثله في السينما. ايوه. اخر فيلم عملتيه ايه يا سونيا؟ اشواك الحب. انا بقى اللي البطل بيقتل البطل علشاني. بس مستقبلها ايه؟ سنه بالكتير وهتقعد كل الممثلات في بيوتهم. ان شاء الله. والامور التاليه. قصدك بدور دي بتشتغل بقى في الترجمه الفوريه. تعرف اللغات؟ كل اللغات، بس أنا في الفرنساوي لبلب. على فوت. يا هلا، يا هلا بيكم، نورين. محسن، تليفون عشانك. أوكي، عن إذنكم لحظة. مرحبا بيكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اللي جابك هنا؟ طبعا. احنا مش قد المقام، احنا بتوع الكازينوهات والشوارع، احنا درجه ثانيه، وحضرتك بقيت اولى ممتاز، بقيت سياحي. طب افتكرنا يا اخي، ده حتى المثل بيقول من فجأة دي متاح. خلاص. ايه؟ هاتي من الاخر، خلصيني، عايزه ايه؟ مش انا واحد اللي عاوز، انا جايه مندوب عن سميه وسمير، عايزين عرقنا وشقانا. عرق ايه وشق ايه؟ كل اللي في ذمتي ليكوا 75 جنيه. ايه؟ تكونش فاكرنا كسر ولا ايه؟ اي نعم لسه شويه على ما نوصل للسياحي، لكن البلد يوكل يا حبيبي. الجماعه قالوا لنا دفع 500 جنيه ليك التلت واحنا التلتين، والهدايا والحاجات التانيه اللي قلبتوها من الشقه. ما خدناش حاجه يا اخويا، دي قيمه كل بنت مننا خدت لها ازازه ريحه في ايدها وهي خارجه. ساتر. مشيت معاك يا عم، بقيت بتقبض بالعمله الصعبه. هتنق ايه؟ سكه 150 جنيه هم. ايه؟ فلوسنا على داير المليين. اسبوع يا لوزه وهديكوا اللي انتوا عايزينه. ولا اسبوع ولا نص، هات الدولارات واحنا نغيرها. الدولار بثلاثة الا ربع. لا يا حبيبي، انا هاخده تخليص حق بالسعر الرسمي بتاع الحكومه. يا كده هدخل اخر شيمك جوه. خلاص اخلصي. طيب ده انت شلق. امسكي خدي. محسن، لو احتجتنا في السياح اللي انت فيه احنا برضه نسد يا محسن. انت مالك ومال السياح؟ ده انتوا الماما وغجر وتربيه حواري. الاصل واحد يا روح امك. انت اسف يا جماعه اتاخرت عليكم. لا ابدا. ده تليفون من لندن، جماعه اصحابي طالبين 20 جوز حمام و5 كيلو بطارخ. اعمل ايه؟ مضطر ابعت لهم. انا بحب اخدم صحابي باع نية. على فكره انا شايف ان الاوتيل مش هتاخدوا فيه راحتكم قوي. بيتهيألي لو شقه مفروشه تاخدوا راحتكم فيها على الاخر. اوكي. انا بوت مكالمة تاني يا محسن. تاني؟ معلش يا جماعة أصحابي ما أقدرش أتأخر عليهم. يعني إذنكم ثانية واحدة. عايزة إيه تاني؟ سوري يا محسن بيه، أزعجنا حضرتك، بس أصل نسيت أقول لك على حاجة مهمة. عايزة إيه؟ خلصيني. مراتك نور العيون خارجة من السجن يوم 18 الجاي، حبيت أفكرك لا تكون نسيتها هي كمان زي ما نسيتنا كلنا. فوتك بعافية. ألف تقطع يا مدام من الكهي. اجري كمان، لفي 10 لفات، لازم نفسك يبقى طويل عشان في ليالي هترقصي بفرح واثنين وثلاثة وعشر. ايوه بس مش كده. يلا يا حبيبتي يلا يلا. اهلا يا جابس. اهلا. في ضيف مستنيك جوه في الصالون. ضيف مين؟ ده سمطاوع. ما تقولي كده من الصبح. منور، اتفضل استريح يا راجل.
بس عندي ليه خبر يجنن. خير؟ انت خلاص بقيت في امان. الله يطمنك. جاتني اخباريه عن واد في سن ابن حسونه واسمه محسن الترابيشي. يبقى هو. لو ايه كمان؟ طلع سوابق. يا ساتر. بس بقى سوابق من نوع الزفر زي زفاره السمك. نصاب وأونطاكي وقواد. ايوه ابن حسونه الترابيشي هيبقى ايه غير كده؟ يبسط يا عم. عدوك طلع من النوع اللي ما عندوش كرامه، لا ياخد بطار ولا يحزنون. بس ندل ولادعة الاندل دي وحشه، احنا لازم نوصل له ونفهم ميته ونتاكد منه. لا 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 تعبس، انت تقعد مطرحك وتحرص على نفسك، وهو لو عايزك هيجيلك لغايه عندك برجليه. هيجيلي برجليه؟ الله، ترى ايه يا نور؟ واحدة مكانك دلوقتي كان زمانها طايرة من الفرحة. ده انت فاضلك ايام وتخرجي. ايوه بس هنا امان اكتر من بره، وانت قطرة. ايوه بره زحمة، الوحش بره مخلوط على الكويس. الناس بره يا نور زي البيض، كلهم شكل واحد، ربنا واحد واعلم. البيضة الممششة من البيضة السليمة. شوف السجن ده فيه اشكال والوان، حرامية وقتلين وقتلة وخطفين عيال، ممكن يخرجوا بره ويعيشوا من غير ما حد يكلمهم ولا كلمة واحدة. إلا بتوع الدعارة، دول شكل تاني. الواحدة منهم تطلع تلاقي ألف كلب وكلب، وكل كلب عايز ينهشله نهشه. ياه، أنت كده خايفة من بره يا نور؟ كان نفسي أكون زوجة، كان نفسي أكون أم، لكن المستخبي كان مر قوي. صباح الخير. صباح الخير يا مسيوم. من فضلك عايز احجز اوضه من يوم 18 ولمده اسبوع. باسم مين يا فندم؟ باسم انا، محسن الترابيشي. المدام الظاهر راجعه من السفر والبيت لسه مش جاهز. تحت امرك يا مسيوم. طب من فضلك انا في البار لو حد سال عليا. تحت امرك. شكرا. ماليش اخوات. بالراحه، اختك طالعه من السجن بكره وانا حبيت اجي اقول لك. وانا مسافر بكره، سايب لكم البلد باللي فيها. كفايه العار المحوط حوالين رقبتي زي حبل المشنقه. شوف انا مسافر الكويت، اشتغل طباع على كاتبه وانا محاسب، لكن عشان ابعد عنكم اشتغل مساح جزم، اشتغل حتى في المجاري. بذمتك لك عين تقابلني، انا راضي ذمتك. يعني مش هتيجي معايا بكره نستقبلها وهي خارجه؟ قوم روح لحالك، وانسى ان ليك ابن عم زي ما انا نسيت. قول لها كمان تنسى ان ليها اخ. ماشي يا ابن عمي، تسافر بألف سلامة. أسأل وأنا بتقل محدش جاوب،
هتصل واتندم محدش امن. شايفة الدنيا بعين محدش شايفني غير سجني وسجاني. سجني وسجاني. علشان مش عايزين نشوف هنا تاني. السكه البطاله قصيره قوي. فاهمه يا نور؟ حاضر يا سعاده البيت. اتفضلي امضي هنا ومع السلامه. طب الخروج من هنا. من هنا. حطيت على السلامه يا نور، شدنا وزارق. اهلا يا نور. وانت بعيد عني كنت في سجن تاني. اخبارك ايه؟ لبن مبطل وعليه عسل نحل. أخبار أخويا بدري ليه؟ لا انسى، بلاش تيجي لسيرته. ليه بقى؟ حصل له إيه؟ أبدا، سافر الخليج، سافر هو متبرر منه كمان. خلاص، ما بقناش غير بعض. تعالى، معاك؟ اتفضلي. عربية مين دي يا مصر؟ عربية واحد صاحبي، خدتها منه عشان أستقبلك بيها. خشي، خشي. على فين ان شاء الله؟ انت محتاجه لفتره راحه واستجمام. كل ليله عشتيها في السجن هعوضك عنها بألف ليله وليله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك.
اتفضل. ايه رايك؟ حلوين قوي، حلوين خالص. مين اللي طلب الحاجات دي؟ ده من الجناح 802 النهارده. ها صديقي. شكرا. ماليش فيه. انا عارف ان انت خارجه من السجن عطشانه، عطشانه مزاج وعطشانه حب وعطشانه حنان. انا خارجه من السجن شبعانه من كله بصراحه، نسيت كل حاجه. خساره، هو ده قرف السجون، بينسي الواحد احلى حاجه في الدنيا. بس ولا يهمك حياتي، كل ده هنصلحه. افكرك. محسن يا طرابيشي، انت مش هتلمسني، فاهم؟ انا جوزك. ايوه جوزي، بس هتطلقني اذا الشمانيه اللي قدامك دي هتتفتح بعد الطلاق مش قبله. انا جيت معاك هنا بس عشان نساوي الحساب على رواق. يا نور، السجن اثر على مخك ولا ايه؟ يا مش السجن بس، ده السجن واللي قبل السجن واللي بعد السجن. بقول لك ايه، وناوي تقدمني امتى للي دفع الفاتوره بتاعت الحساب ده؟ مش هو نفسه اللي جاب ازازه الشمبانيا والفواكه اللي قدامك دي والفساتين اللي جوه؟ الراجل غرضه شريف، عايز يقعد معاكي ويعرف ايه حكايه سجن الناس والستات اخبارهم ايه جوه. ليه؟ هيعمل لي فيلم ولا معاك مقارنه ما يتنطط بيهم؟ لا ده ولا ده. محسن يا طرابيشي، انا مش عاوزه منك غير الطلاق ودلوقتي. انت دخلتني السجن وكان المفروض انت اللي تبقى جواه. غشيتني وخدعتني، لا رعيت حرمه ولا ضمير. اتكلنا عليك في كل حاجه، لكن يا خساره طلعت زفت نيله. هما فاتحه في سجن القناطر مدارس للوعظ وارشاد ولا ايه؟ كبري مخك، ما تبقيش عبيطه. اوعى كده سيبني. اسيبك يعني ايه؟ تعالي شوفي شوفي، الدنيا دي غير الدنيا اللي انت عشت فيها في السجن. دنيا بتحركها الفلوس، العربيات دي ماشيه بفلوس، السكن ده بفلوس بملايين. المنحوسين بس هم اللي ماشيين على رجليهم وهم اللي عايشين في كحور. انت دلوقتي في ارقى مكان في البلد، اللي عشتي وتربيتي معاهم لسه في الحاره وماشيين بشباشب ذنوبه. انا هسيبك بس لغايه اما تروقي، امسحي الكلام الفارغ ده من دماغك. محسن ما تنزلش لانك هتطلق. انت واخده الحكايه جد ولا ايه؟ جد وبسرعه. واذا ما طلقتش؟ هسجنك. ازاي؟ ازاي دي بقى يقولها واحد بيشتغل شغلانه شريفه ومفيش منها خوف؟ لكن انت لا، هسجنك وهخليك تبطل شغل وتشحط السيجاره. انت مش قد يا نور، اخذ شيطان احسن ما تندمي. مهما حصل مش هكون زي اللي شفته في السجن. انت طالق يا نور. بالمأذون يا طرابيشي. ماشي. مساء الخير يا اخوي. مساء النور. عاوزة أوضة. كام ليلة يا ست؟ 10 20 حسب التسهيل. والأجرة؟ هدفع لك مواد. فضلك ابو عماد طالب سحر. قولي له اتخطفت، ماتت، راحت في 60 داهيه. هي مش موجوده النهارده. نقول لها حاجه لما تيجي؟
حاضر حاضر، باي باي. انت عصبي ليه يا محسن؟ مش عصبي ولا زفت، مالكيش دعوه بيا، سيبيني في حالي. قد كده نور مغلبات. اخرسي. هو زعلان عشان خلعت وبتشتغل لحسابها. انا نور تغدري بيا؟ ما خليتك فرافيت زي الكاس ده، ما بقاش انا محسن الطرابيشي. مين؟ انا نور العيون يابا. نور العيون؟ ايوه. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتفضلي يا بنتي. لا سمح الله يا بنتي، اتفضلي. اتفضلي يا نور، اتفضلي. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي يا نور، اجلسي. إيه الغيبة الطويلة دي؟ أنت إيه اللي جابك هنا يابا؟ ده أنا دورت عليك كتير قوي. أول شيء نقرا الفاتحة على روح الأموات الموجودين معانا في الأراضي هنا. البلد بقت زحمة، العيشة فيها ما بقتش ممكنة يا بنتي، خلاص مالناش عيش فيها. أنت هنا اعتبري نفسك ست البيت، واعتبري كل حاجة أنت عايزاها قدامك، كله تحت أمرك. ربنا يخليك يا سيدنا، أنت عملت اللي عليك وأكتر، وهو كله مكتوب لك عند ربنا. ما قلتليش يا نور يا بنتي، كنت فين الغيبة الطويلة دي؟ هو الجواز خلاك تنسيني؟ أنا خارجة من السجن دلوقتي يابا. وإيه اللي رماك على المتعوق السجن ده؟ مش كل حاجة تتحكي، بختي كان وحش قوي. شدة وزالت يا بنتي. ما زالتش يابا، زادت. أخويا اللي من دم ولحم اتبرى مني. كل يهون، والبركة في جوزك يا بنتي. جوزي؟ وحد رماني في السجن ووداني في داهية غير جوزي، لكن عايزه تاجر في لحمي يابا. الدنيا قدامي قد من خرم الإبرة، معقول أختم حياتي وأنا ست مشبوهة كده؟ من الله. بقول لك إيه يا بنتي، ملوش لازمة الكلام ده، كل أمر وله تدبير. سقورت نافوخي. ما تقومي يا أختي نقلي على ترابيزة يكون فيها شوية بن. نهار اسود ومنيل، هنفضل قايمين من ترابيزه لترابيزه كده والسناره مش عايزه تغمز؟ انا عارفه يا اختي، هي الرجاله تهدي حيلها ولا ايه؟ ضاربين تفليسه، ما احنا اخر الشهر. وده ايه ده اللي حدفوا علينا دلوقتي؟ يمكن وراه سبوبه. محدش ليه دعوه بيه، انا اللي هتصرف معاه. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. يسعد صباحك يا سماح. يا بنت الفضايح اللي انت عاملاها دي، المدارس والجامعات قافله، عامله تلميذه والمدارس قافله. سيفك يا دي البت، ولا على ايه؟ مفيش كسوف ولا حاجه، البت بتذاكر دراسه ايه سماح؟ ايه مش هتعزموني على حاجه ولا ايه؟ نعزمك بس تدفع الحساب كله، احنا قاعدين على فضل الكريم. ادفع واسلفكم كمان. تبقى عايز حاجه يا ابن السرابيشي؟ طبعا. اخبار نور العيون ايه؟ اخبارها عندك انت يا اخوي، هي مش مراتك ولا ايه؟ افتكرناك عايزنا في شغل. لا قولي يا سي محسن، انت ليه مش عايز تاخدنا معاك في السياح؟ عشان جاهل ما بتعرفوش لغات. يا سلام، اللغات مقدور عليها يا اخويا، وهم بعدين هم كلهم ثلاث اربع كلمات اللي مطلوبين في الشغلانه بتاعتنا دي. دم خفيف يا اسمك ايه بس تتقال باللغات. بتلم ده شكل ناس مفلسين. احنا كده يا اخويا ما نبقاش مبسوطين لو احنا على الحديد. عايز اعرف طريق نور العيون. عايزها في خير ولا في شر؟ خير طبعا. يبقى ندور لك عليه. افوت امتى؟ احنا اللي هنجي لك يا عينيا، يا بتاع السياح انت. ايش؟ على مهلك يا ابو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا شيخ درديد. سيدي عبس موجود؟ موجود. طب استني انت هنا يا بنتي يا نور لحد ما بعد هنده. حاضر يا ابو. وصلني له يا ابني. حاضر. اشتغل في يا بنت وبلاش بس يا ودي عالدنيا.
فايقاله. اهلا وسهلا يا شيخ درديري. اهلا اهلا. انت فين يا راجل بتغيب عنا ليه؟ كل شيء بأورن. بركاتك. البركات من عند الله سبحانه وتعالى. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ ماشيه والحمد لله. الحمد لله. سيدي عميس انا جاي اصدق بمعروف. انت تؤمر يا شيخ دردين؟ بنتي مسكينه خليتها ظروف، عاوزك تشوف لها شغلانه، بس البنت دهية امانه في رقبتك. والله كل البنات اللي بيشتغلوا عندي امانه في رقبتي يا شيخ دردين، بس البنت دي بنوع مخصوص لانها مطمع دريتك. حلوه يعني؟ اي نعم. الله. وانت عرفت ازاي يا شيخ دردين؟ جرعي يا سيد أنس. ده مال المرأة وسحرها يراه الأعمى قبل أن يراه المبصر، وتراه الأذن في بحث الصوت وفي عبير الأنفاس. يا سلام عليك، أنت ما بتجيش كل يوم ليه يا شيخ درديري؟ والبنت دي فين بقى؟ برا في الخارج. يا عزوز. أه معلم. اسمها ايه يا شيخ درديري؟ نور العيون. تحت امرك يا معلم. في بنت بره اسمها نور العيون، هاتها هنا. امرك سيدي احمد. انت نور العيون اللي جاي مع الشيخ درديري؟ ايوه. طب تعالي معايا عايزينك جوه. نور العيون يا سيدي احمد. اعتبرها اشتغلت خلاص، ومش هتاخد يومية بنت مستجدة، هتاخد يومية بنت اشتغلت من 3 سنين. عينك من عالبيت. البنت دي خسرت في الشغل، دي تتسد. اهي دي بقى اللي تستاهل ان الواحد يشقى علشان تفتح النفس في الدنيا. بصحيح والله انا خايف لكم في عيون تانية شايفة اللي انت شايفه. وماله يا واد؟ ما الحلو لازم يتشاف. سلامتك، بكره تتعودي. ما هو الشغلانه دي تعبه في وجع الصدر يا اختي. ربنا يقصر ايامي هنا فيها، ولما عايزه تقصريها هنا هتطوليها فين؟ هنا برضه، بس اترقى بقى. الترقيه اصلها هنا حسب الشطاره. لو النبي، مش في كل الحالات. ما احنا اهو شاطرين بس موكوسين، الحلو بس اللي بيترقى. حوش اللي وقع منك. يا حلو انت يا حلو. يا سم كده. ايوه يا متر. اسم الله عليك. ده احلى خبر سمعته في حياتي. ربنا يخليك لينا يا متر، ما يحرمناش من افضالك. انت يا نور سيب لي في ايدك وتعالى. تعالى ونطلع. كده يا معلم. نعم يا سيدي. انت يا بنت ادمك ادم خير وساعد عليا. احنا النهارده كسبنا قضيه الضرايب. الف الف مبروك يا معلم. وعقبال قضيه خلو الرجل. ما خلاص اتحلت ودي. كل واد وبنت 5 جنيه شبرقه. اما نور عشان كسبنا القضيه على وشها 20 جنيه. 20 جنيه. مش خسارة فيها يا معلم. مش خسارة يا عزوز. والغابة كمان عليا، وكباب وكفتة. بس عايزكم تشتغلوا بهمة. حد نورنا المعونة. يا الجميل يا انت العادي، يا الجميل يا انت العادي، يا انت العادي، اتنهدي 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 واتنهدي. ثلاث رجال على الخطوة دي، من الناحية دي 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 والناحية دي. يا الجميل يا انت العادي يا انت العادي.
الشعب يلا يتمخرين. طب بشرف يا لاموريه، خيرك علينا ولحم كتافنا منك ولينا، ارجوك سامحنا. يا ميه يا بنت، يا بنت ليه؟ يا ابني ليه؟ يا بنت يا ميه يا بنت حلوه يا بنت. عملت ايه؟ ولا ليها اي اثر. اسمع، تكونش راحت اسكندريه؟ تلاقيها راحت تشتغل هناك، ما احنا داخلين على موسم الصيف. انا متاكد انها هنا. تكونش اتجوزت؟ ما علينا. بقول لك ايه؟ جاهزه للسياحي؟ خلاص رديت عليا يا سي محسن. بس عايزك تدندشي نفسك شويه، بلاش الهباب اللي انت لابساه ده. جايز يكون عندك شغل الليله. كده؟ ثانك يو فيري ماتش. هتشوف الليلة. اللي أقول لي يا سيدي عبس. مع مين؟ احنا كده رايحين فين؟ أبدا، أنا كده لما أزهق من زحمة ودوشة الدماغ والهوا المخنوق بتاع مصر باخد في وشي بالعربية من غير ما تعرف رايح فين؟ بسيب نفسي للريح. ياه، بس احنا كده داخلين على الفيوم. خلاص يبقى بقى نتعشى هناك ونرجع. خلاص اللي تشوف يا سيدي عبس. اللحمه تكون حمراء قوي وصغيره، وما تنساش السلطات اياها والمخلل. تمر يا فندم. تعبت من المشوار ده، ويظهر ان انا مش هقدر اسوق وانا راجع. انت تعرفي تسوقي؟ اسوق؟ اه يا ريت يا معلم، ده انا حتى البسكليته ما ركبتهاش وانا صغيره زي بقيه العيال. خلاص بقى يبقى نبات هنا. نبات هنا؟ اه، ما هو كان لازم الجسم ياخد راحته عشان ما نعملش حادثه. يا ساتر يا رب، ولما يسالوا عليك ويتخضوا عليك بقى في البيت. عندي الولاد متعودين على كده. وليك عليا بكره الصبح في الفجريه نكون مسافرين. خلاص اللي تشوف يا معلم. صحيح. ألف هنا على قلبي. مساء الخير يا أبو حميد. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة يا بسبيه. الله يسلمك، اتأخرت زي كل مرة ومش هقدر أسافر. أنا أصلي ما بحبش أسوق بالليل. هو ده حضرتك؟ لا، أوتيل، بس يا ريت يكون بينهم باب مشترك. أقول لك تاني باسم مين؟ باسم أنا برضو، أصل أنا معايا بنت أخويا. خدمتك يا بسبيه. شكرا يا ابو حميد. اتفضل، ادي مفتاح الاوضتين وادي مفتاح الباب المشترك. شكرا. اهلا بيك. اهلا بيك. وعجيب عجيب، اها اها حبيبي يا ناس، اها اها يا ناس عجيب، اها اها ساعات بيقول حبيب، وساعات بيقول نصيب. اها بيقول نصيب، اها 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 حبيبي، اها ساعات بيقول
نبيل مساعي في كورس ليكو نبيل تكسفي منه يا امور، هو ولا غريب؟ مش قصدي. انا قصدي اني قريب منك قوي. انا؟ انت تقصد ايه بقى يا سيدي عبس بيه؟ كل خير. بقولك ايه؟ بصراحه كده انت داخله مزاجي قوي يا امور. والظروف جمعتنا كده من غير معاك. لا، بمعاك. صح. انا اصلي رتبت الحكايه دي علشان اختلي بيك يا غزال. دعبس بيه، انا مش بتاعت كده، واعمل حسابك انك مش ممكن تلمسني. انا لا يمكن اعمل حاجه تغضب ربنا. يا بت لا بت ولا واد، اذا كنت عاوز تصوني وتسون نفسك خش اوضتك ونام. عايز فضيحه بجلاجل اللي عقلك ومد ايدك عليا. اما انت عامله شريفه جيتي معايا ليه؟ ما كنت تقولي من الاول. عبيطه وصدقتك؟ هو انت قلت لي على حاجه بطاله وانا طوعتك؟ خش اوضتك ونام احسن يا سيدي عبس. مفيش زفت نوم، البسي هدومك هنسافر دلوقتي. يوه، انت مش قلت انك تعبان وتخاف تسوق بالليل؟ البسي من عينيا يا سيدي. بونسوار محسن بيه. اوه بونسوار مدام لوزا. اظن نعجب في الجون من المستر سعيد الحظ. خبير ياباني. وايه اللي جاب بتاع اليابان هنا؟ شغالين في المشروعات الجديده. فين يا راجل انت الخواجات اللي بحق وحقيقي؟ الخواجات اللي بياكلوا الرز بالشوكه، جايب لواحد بياكل الرز بالعصايه. شويه شويه، سلمه سلمه يا لوزا. ثم ده هتفهم معاه ازاي؟ ربنا يديم عليكي لغه الاشاره. الو، اكل، اشرب، ماشي حالي. خليكي في الدور مش كده. الو الو مستر شانج. ميس لوزا. هلو مدام لوزا. هلو، ليله امك سودا. خف يا لوزا، اديني ويسكي دوبل من فضلك. ما قلنا الكلام ده يا سيدي بين البايع والشاري. افتح الله، كتر خيرك، خيرها بغيرها. حاجة كفر. هتروحي مني فين؟ كان غيري كشتر. كلكم بتقولوا كده في الأول، وبعد كده بتكتر الأهات. وكيف تسير الأحوال يا سيد دابس؟ كله تمام يا شيخ دردير والحمد لله. واحوال البنت اياها؟ هي كمان تمام. يعني شغلها كويس؟ ايوه. والاخلاق؟ تقصد ايه بالاخلاق؟ ما انت عارف البنات اللي عندي اخلاقها 10 على 10. اي نعم اعرف ذلك، ولكني اريد ان اسال عن اخلاق هذه البنت بالذات. اشمعنى؟ طمني انت اولا وبعدين انا اقول لك. اخلاقها كويسه، انا ما شفتش منها حاجه وحشه. الحمد لله، سبحان الهادي التواب. بقى شوف يا سيدي عبس، انا ما اقدرش ابدا اغشك، وكمان ضميري ما يسمح ليش ابدا ان اخبي عنك حاجه. ما تقول يا سيدنا، انت مخبي ايه؟ انت لك اجرك وصوابك. نور العيون دي يا سيدي عبس لسه خارجه من السجن. سجن؟ بتهمه ايه؟ حراميه؟ لا، دعاره. دعاره؟ لكن الحمد لله ربنا تاب عليها، وهي دلوقتي بتاكل لقمتها بالحلال. بقى الحكايه كده. ايه هو انت ناوي تطردها يا سيد دعبس؟ اطردها؟ اعوذ بالله. عشان ترجع للسكه البطاله تاني؟ جزاك الله وعافاك.
انا هوصلك يا شيخ تربيه. كله بثوابه يا راجل يا طيب. بس يا نور، تعالي هنا. نعم يا سيدي عبس. مش كنت في السجن يا بنت؟ ما تراضي عليا. ايوه يا سيدي عبس، ياما في الحبس مظاليم وعامله شريفه، وكنت مسجونه في قضيه دعاره، وجيت لغايه عندي والشرف قام وقف على رجليه. توبت يا سعاده البيه، امال هم عملوا السجون ليه؟ مش عشان تعلمنا التوبه؟ الكلام ده تقوليه لراجل اهبل. اسمع يا سيدي عبس، انا توبت خلاص. انا لو ما كنتش توبت كنت اعتبرتك زبون. انا بقى ما حدش يلمسني غير بالحلال، وديك شايف اللقمه بناكلها ازاي يا سيدي عبس. خلاص، وانا مش هبوظ التوبه عليك، انا مش ناقص ذنوب. شوفي شغلك. بس يا نور، تعالي هنا. نعم يا سيدي عبس. مش كنت في السجن يا بنت؟ ما تراضي عليا. ايوه يا سيدي عبس، ياما في الحبس مظاليم وعامله شريفه، وكنت مسجونه في قضيه دعاره، وجيت لغايه عندي والشرف قام وقف على رجليه. توبت يا سعاده البيه، امال هم عملوا السجون ليه؟ مش عشان تعلمنا التوبه. الكلام ده تقوليه لراجل اهبل. اسمع يا سيدي عبس، انا توبت خلاص. انا لو ما كنتش توبت كنت اعتبرتك زبون. انا بقى ما حدش يلمسني غير بالحلال، وديك شايف اللقمه بناكلها ازاي يا سيدي عبس. خلاص، وانا مش هبوظ التوبه عليك، انا مش ناقص ذنوب. شوفي شغلك. لو سمحت الاستاذ كربس الاحضار. لا لا، بس البريد اللي هناك ده كتر خيرك. أهلا وسهلا. أنا من طرف الست العيال. اتفضلي. واقفة ليه؟ اللي من طرف الست العيال يقعد على طول. أحوالها إيه؟ حال العيال. وليه يا مجدع؟ بس الزمن ملوش كبير. طلباتك. الست العيال علمتني الرأس بالسجن. ألف مبروك. وقالت الباقي عليك. ويا ترى جاهزة للشغل إمتى؟ على طول كده. الرأس شغل سوقها ماشي. اللي عايز يشتغل يرقص. ايه رايك في فرح بتاع عوالم في باب الشعريه بكره؟ تروحي؟ ابعدني انا عن شغل العوالم يا استاذ كرم، ده انا تربيت الست العالي دي قطمت وسطي هناك، يعني رقصه بريمو. امال عايزه تشتغلي في ايه؟ هشتغل في محل. مره واحده تشتغلي في محل مره واحده؟ لا لا لا، انت لازم تتمرمطي مع العوالم في الاول عشان تعرفي الرأس اللي على اصوله. ومين قالك ان انا مش بتاعت اصول راس الاستاذ؟ حتى لو انت بتاعت اصول، محدش بيبتدي من اخر السلم. اللي بيبتدي من اخر السلم ما بيلقاش حاجه يطلع عليها. هحط السلم فوق السلم وهطلع عليه. اسمعي لما اقول لك، ما هو انت يا رقاصه ما فيش منها يا اما حته بنت يا دوب تهز طولها. طب وهتعرف ازاي؟ لما اشوف. طب تحب تتفرج امتى؟ دلوقتي. ايوه دلوقتي. خفت ليه؟ لا لا ما خفتش ولا حاجه، بس هتتفرج فين؟ هنا. هنا؟ ايوه هنا. ولا انت فاكره ان الامتحان بتاعك هيكون قدام لجنه؟ الناس اللي انت شايفاهم دول يلا السلامه، عظمهم بقى من غير نخاع، ركابهم بتسيق، جسمهم ما فيهش حراره. لو انت حركتيهم تبقي رقاصه، لو فضلوا على حالهم يبقى انت تروحي لحالك. حتى في الافراح مانيش عايزك. العود يا عواد، سمعني غنوه السمره. Thank you.
تعب ولا حاجه، ان شاء الله بكره ولا بعده بالكتير هتكوني شغاله. الله يخليك ما تحرمش مني. بس زي ما قلت لك لازم تبتدي من اول السلم. انا تحت امرك من ايدك دي لايدك دي، بس عايزه اقول لك يعني ان انا مش مستعجله قوي. يعني ايه؟ لا ابدا، انت بتفق قول اللي انت عاوزه، بس اديني فرصه قبل ما اوصل نفسي للشغل. اللي تشوفيه تصبح على خير. وانت من اهله، مع السلامه. متشكرة قوي يا اخويا، اصبح على خير. وانت منال. مالك يا نور؟ عيني يا عزوز، مش عارف ايه اللي دخل فيها. سلامتك الف سلامة فتحي. لازم شعرية طايرة. فتحي عينيكي كده. اوعى كده سيبني. بربش. لقيت الشعرية يا سعزوز؟ بدور عليها مش لاقيها. ممكن انفخ في عينيكي. بس انا عينيا مش مطروفة. الشعر زي الطرف، كله بيطلع بالهوا. طب بس بحنية. طلعت في ايه يا بنت؟ نور العيون. مالها؟ شفتهم بقى ليه اللي هياكلهم ودول؟ دول هي وعسوس في وضع مش هو. الكلام ده صحيح؟ ولا هكدب على حضرتك ليه؟ اهو فوق، روح شوفهم بنفسك. غوري ده اللي كان ناقص يا ولاد الكلب. انا ما حدش يلمسني الا بالحلال. اظن هتقولي انك اتجوزتيه. لا. امال ايه ده؟ عجبني. عجبك يا فكره؟ تعالي يا تعالي يا نكسه يا فكره. ترجعي العصر ده يا كلبه يا بنت الكلب. ملعونه ملعونه. الجاكيت المفرح اللي تاكلي فيه عيش يا كلبه يا بنت الكلب. انا مش عايز اشوف وشك تاني هنا ابدا. بره بسوني بسوني. البنت دي مش عايز اشوف وشها تاني هنا ابدا. مش عايز اشوف وشها في الغد ابدا. حضرتك البنت يلا خش شوف شغلك يا بنت الكلب. ودلوقتي انا جاهزه على الشغل. وانا كمان جاهز. بس انت محتاجه الراحه كم يوم. ومين اللي عمل فيكي كده؟ جوزي. وانت متجوزه؟ اتطلقت، واللي شايفه قدامك ده المؤخر بتاعي. ولا يهمك، الدنيا هتفتح ايديها وتحضنك. شوفي يا ريت ليمون بقى عشان اروق. Thank you.
خلاصة إنما إيه؟ بيقولوا عليها كلام خطير، ما تيجي نروح نشجعها. اتفضل. تعرف يا مطوع، لو البنت الرقاصة ما طلعتش خطيرة زي ما أنت قلت، يبقى حساب الترابيزة اللي لادي عندك. ماشي. مت. تحت أمرك سعادة. أخبار الرقاصة الجديدة اللي عندكم إيه؟ دي حكاية يا سعادة. شوف الحساب هيدفعه بيه. لا، لسه أما تشوف الأول. مش كده ولا إيه؟ صح. ماشي.
صح معايا كده وفوق لغايه ما نخرج. انت جايبني معاك عشان اشيلك ولا ايه؟ متر تحت امرك يا هاني. حساب البيه. حاضر يا فندم. لسه بدري. لا بدري ولا حاجة، كفاية عليك كده. يلا طلع الفلوس على الحساب وخلصني. أهلا 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 بالنجمة العظيمة. منورني يا دعبس بيه. ياه والله ليك وحشة. ثلاث سنين دلوقتي ولا أربعة؟ الله، ده أنتوا معرفة قديمة بقى. طبعا ده خيره عليا يا دعبس بيه. هنيالك يا دعبس بيه. منصور؟ عمرك يا فندم. ترابيزه دعبس بيه عندي. لا ليه؟ لا ليه؟ خلينا ارد لمنيمه صغيره من جمايلك اللي عليا. عن اذنكم. اتفضلي يا هاني. ميرسي. هلا مروان. حلاوتك يا اشقر انت يا جميل. شفت العسل؟ قلت لك هجيب لك الحرب. يدل على الثاني. ريلاكس يا حبيبي، انتوا هنا في امان. جود نايت. تعالى. ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه شطبت على الزبون بدري، كان سكران تينا. اول ما وصلنا البيت نام. كنت عايزني ايه؟ انام جنبه؟ بصي لي انا هنا. وبعدين؟ وبعدين يا حبيبي انا جايه اقول لك على خبر العمر. اللي هو؟ مراتك. شفتيها؟ ايه اللي شفتها؟ ربنا يعطيك يا ابني زي ما عطاها، دي بقت نجمه. ممثله؟ ممثله ايه؟ دي بقت رقاصه يا حبيبي، والسكه مفتوحه قدامها على الاخر. رقاصه؟ العربية تحت أمر حضرتك من دلوقتي. بس أنا هدفع وغيري هيستلم. ليه؟ هي مش هتتكتب باسم حضرتك؟ اسم صاحبتها أصلها هدية. الطقم ده بكام؟ 20,000 بس يا فندم. ماشي، رخيص. لفهولي. أنت عايزني ده بس، مش كده؟ من أول مرة شفتك فيها. خلاص. يبقى في الحلال. حلال؟ الحلال مفيش احسن منه. انت تأمري. بس انا مهري غالي قوي. الغالي ثمنه فيه. انت تأمري وانا نفس. انت ساكنه فين؟ انا ساكنه في اللوكاندا اللي بشتغل فيها. لوكاندا؟ انت من بكره هيكون عندك شقه تمليك وفي العماره بتاعتي كامله من لوازمها. شقه واحده بس؟ اتنين ونفتحهم على بعض. انا برضو بحب الوسع. اتنين بس؟ تلاته. العمارة. عمارة؟ هتفتح العمارة كلها على بعض؟ لا، العمارة كلها تبقى الشبكة بتاعتي. شبكتك العمارة. أمال مهرك هيبقى إيه؟ أنا موافق، بس عقد بعقد. يعني عقد العمارة مع عقد الجواز. تحت أمرك يا روحي. ازيك يا عم الشيخ درديس؟ اهلا اهلا وسهلا يا ابني. امال فين الوالد؟ والله الوالد مش مظبوط اليومين دول، لا عاد بنشوفه هنا ولا في البيت. غني الاخبار المحزنه. عندك اخبار يا مولانا؟ احنا ما عندناش اي اخبار عنه. سمعت ان هناك امراه. هو في العاده البطاله دي من زمان واحنا عارفين. لكن هذه المره تختلف. سمعت انها تمكنت منه تماما. طب ما تنورني يا مولانا. امرأة يقولون عنها أنها راقصة من اللواتي تظهر صورهن في المجلات. يبقى تخرب بيتنا. وحياة أبويا بنت حمرائي. طب يا عم متشكرين، متشكرين يا سيدي. بتوع اللوكاندا مش هيدونا نمرتها بالساهل. مفيش غير الحيلة.
اسمعي يا بت، بتعرفي لغات؟ كتير. حلو. ايه؟ عايزك تكلمي كتير بأي لغة تعجبك، بس بمنتهى الرقة والحنية. قولي لهم إن أنت موظفة في محل ورد وعايزة نمرة السويد عشان في بوكيه ورد ليها. من عينيا، بس كده؟ اديني أنت بس السماع وأنا أجيب لك التاية وبالفرنساوي كمان. ألو؟ سيلفو بلي بليز، إحنا مخلي واغد. ممكن بليز اعرف نمغة سويت فنانة كبيرة نغ العيون عشان فيه بوكي وغد كبير عشانها. Thank you very much. 3 14 و15. ميرسي بوكو. تحت امغة. محسن؟ مساء الفل يا حياتي، مبروك عليك العربية. لا عليك العز قوي يا نور. عاوز ايه يا محسن؟ جاي ابارك وهني، جاي اقول سبحان العاطي الوهاب. ادخل. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ايه الهنا ده؟ خش في الموضوع. عاوز ايه؟ سمعت عن الغرمة اللي بتقول ما أحلى الرجوع إليه؟ اتكلم في أي حاجة غير الموضوع ده. نور أنت محتاجة لي دلوقتي. أنت بسم الله ما شاء الله بقيت لمبة منورة، وأنا خدماتي تحت أمرك، إدارة أعمال، سكرتارية، لازم منه. ما تقعدي واقفة ليه؟ ويطلع لازم منه إيه يا محسن يا طرابيش؟ يعني بقيت الحاجات. طبعًا أنت عمرك ما هتلاقي حد أمين ومؤتمن قدي، عشان كده أنا بقول لك ما أحلى الرجوع إليه. ايه رايك بقى ان انا لا عايزه خدمات ولا عايزه اشوف وشك؟ ما تنسيش ان انا السبب في النعمه اللي انت فيها دي كلها. مؤامره ايه يا محسن؟ انت انسجنتي ظلم بسببي، صح؟ وفي السجن اتعلمت الرقص، صح؟ ودلوقتي بسم الله ما شاء الله بقيت رقاصه شرخه، صح؟ يعني لولاي انا ما كنتش بقيت في الخير ده كله. قصدك ما كانش النصايب دي كلها؟ تعرف بقى تقوم تورينا عرض كتابك وتقولي مع السلامة؟ ما بلاش نخسر بعض. الله، انت هتهددني ولا ايه؟ انا هدد نور العيون؟ اعوذ بالله. ايه هنعمل زي السمك ناكل في بعض؟ ده انا الحامة بتاعك، انا اللي يقولك تلت التلاتة كام اروح فيه اللمان. زي ما روحته قبل كده. دي مش عايزة تنسي الحكاية القديمة دي بقى؟ انت دلوقتي بقيت حاجة تانية خالص. خلاص يا نور، بلاش ما احلى رجوع الي. انا عارف ان انا ما ينفعش ابقى جوزك، وخصوصا بعد ما اتنطقت كده، وعارف ان في سكتك واحد من التجار الكبار بسم الله ما شاء الله مليان قوي، وانا ما بحبش اقف في سكه رزق حد، يعني كل واحد ياخد نصيبه. وبعدين ينوبنا من الحب جانب. اصل انا بصراحه ناوي اعتزل المهنه دي واعيش بشرف، وعشان اعيش بشرف يلزمني شهريه بتاعت 10,000 جنيه بره. فكري. أنا مش هتكلم تاني. نور، أنت عارفة إن كلمة مني تنسي في كل حاجة. فكري في حكاية اللي رقصت على السلم. أعلم في خيلك اركبه، ولما أشوف يا نات وأعمل حسابك. الحساب اللي بينا طويل قوي. يا أمي قلبك أبيض. أوعى تفتكر إن أنا خايف منك، مهما كنت مسنودة. أنا عارف إن نفوذك بقى كبير قوي اليومين دول، بس أنا برضو لما بقرص بوجع قوي. مية نار ولا رقبة ازازه؟ لا، الحاجات دي بقت قديمه. وبعدين يا حبيبتي انا ما احبش اشوفك متشوهه، بس انا قادر اخليك تنامي طول الليل وعينيك مفتحه. باي باي يا روحي.
الشخص ده له ناسه. شرفينا يا بابا. شرفينا. عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع مهم. ده مش وقت كلام مهم. بعدين بعدين. بابا انا عندي علم انك ماشي مع رقاصة. يا سلام. ده انت بتحاسبني اهو. الرقاصة دي هتاخد شقة العمر بهزة من وسطها. وعرفت كمان انك ناوي تدع لها مرت العجوزة. وبعدين دي فلوسنا مش فلوسك. فلوسك؟ بقى مرت ايه بقى؟ طب اسمع يا شاطر. انت من بكرة تعتمد على نفسك. وتشوف لك باب رزق تعيش منه. ده بدل ما تتفاهم معانا؟ هتفاهم معاكم بصفاتكم ايه؟ ولادك. بس مفيش ابن يقع زي اللوح كده يناطح ابوه. بلاش تخرف وانت في سنك ده، احنا ممكن نحجر عليك. انا عارف، انا عارف اني خلفت، بس خلفت عقارب. بره يا واد، بره. مش عايز اشوف وشك هنا تاني ابدا. خلاص اتجننت يا دعبس، وولادك عايزين يحجروا عليك. ماشي انا موافق يا اولاد الكلب، بس قبل ما تعملوها انا هصرف فلوسي. فلوسي انا، مش فلوس حد ابدا لاخر قرش. فلوس دي اتعملت عشان الصهلله، وما كانتش هتهز وسطها انا هحرقها. احرقها. يلا بينا. انتوا ماشيين ولا ايه؟ يا دوبك يا استاذ. انتوا بدري. تعالى كده الشقه ولا سنه عشان تخلص. والسنه ولا حاجه، هو شهر واحد بس عشان الشغل ياخد حقه. لا لا عادي عادي. تشطيب القمر فل خالص. بس الست مستعجله قوي في البيت. مش الست بس اللي مستعجله. بقول ايه؟ ايه رايكم لو تشتغلوا في البيت؟ شغل البيت كله توصيه على المواقف سعاده البيت، خلي كل حاجه تتعمل على صوت. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. انا كلمت المهندس يعمل لنا قاعده في البلكونه هنا، مزاج المزاج اعلى مزاج عشان المنظر الحلو ده. أنا خلاص الشو هيجنني. مش وقته يا دعبس. مش وقته ليه؟ ده مزاج. ما ينفعش. ينفعش ليه؟ الله، ما أنت لسه سامع القصة النقاش وهو بيقول أي حاجة لازم تتعمل تتعمل على أصولها. وأنا بقى يا دعبوستي لما أعمل حاجة أعملها على أصولها. Let me.
الكيف سلام. ليه؟ ولا عرفني ولا يعرفني. الكلام ده تقوله لحد غيري،
إذا كان جاي لك مخصوص وبيقولوا إنك عاوزك في حاجة مهمة وبيدور عليك من زمان. أنا؟ أمال أمي؟ وأظن كمان هتقولي ما تعرفش بيشتغل إيه. أنا عارفة إنك هتنكر، ما هو مش معقول تقولي إنك مصاحب واحد برمجي زي ده. واه، هو بيشتغل كده؟ أيوه، وتلاقيك زبون عنده، غاوي النسوان الكسر اللي معاه. أنت تعرفي اسمه؟ اسمه معروف زي شغلته، محسن الطرابيشي. اعملي لي كاس. انت بقى محسن الطرابيشي. يا انا بدور عليك بشمع. أنا محسن طرابيشي. أنا صحيتك من النوم ولا إيه؟ سامحني، أنت اللي طلبت مني أكلمك. لازم دعبس بيها والسعود. أهلاً. أنا بدور عليك من زمان. وأنا أكتر. ده أنا عايزك في مسائل مهمة كتير. لا، إحنا لازم نتقابل. أصل الكلام مش هينفع في التليفون. يبقى النهاردة. وعندي في المصنع عشان نتكلم على رواق الساعة 8 بعد ما العمال يمشوا. أنا هوصف لك المصنع وهديك العنوان. محسن بيه الطرابيشي؟ أيوه. دعبس بيه موجود؟ موجود مستني حضرتك. أنا النهاردة أشرب المحيط. أنا فرحان. نور، أنا هنتجوز وعشان كده أنا عايز أعترف لك بكل شيء. كل شيء. أنا قتلت كابوس ودفنته. خلاص. خلاص ما بقاليش أعداء. هو أنت كان ليك أعداء؟ واحد. بس خلاص بقى مفيش. ما انت عارفاه محسن طرابيش اصله كان عايز يقتلني. احلى ايام عمري عشتها خايف منه. ما كنتش بعرف انام وعينيا كانت على كل الناس. على كل الناس كان مربي لي الرعب ومخلي عيش زر اسرار. لكن خلاص خلاص دلوقتي انا بقيت في امان. في ساحة الامان. في ساحة الامان. نور.
يا عيون نور. أنا نفسي ترقصي لوحدي. أنا النهاردة بقى ملكك. أنت تأمر وأنا نفسي. يا سلام. والله حلاوتك يا ليك يا دابس أو خرابك. ليه الليالي الحلوة دي ما جاتش أيام الشباب؟ لا يا روح قلبي، ده أنت في عينيا راجل ولا كل الرجالة؟ اديني خمر. حاضر. اتفضل. رقصي لي. عيني. هرقص لك بس مش وانا كده. امال ازاي؟ لا لازم البس لك حاجه مخصوصه للرقص. أنا كمان أحب المقصود. حبيبي يا روحي. نعم بوستي. نعم بي. أنا عارفة إنك أنت شايق أوي. إيوا بص. حال. الليلة عيد عالدنيا سعيد سعيد سعيد. تأخرت لي يا نور وعلى بستيش المخصوص. مش هترقصي لي المخصوص؟ ماشي، عشان تتعبتي قوي قوي من الرقص. تعالي املي لي حضني وكملي لي فرحتي يا نور. انا متحرمة عليك يا دعبس بيه. حرام عليك؟ اظن هتقولي لي احنا راضيين على بعض. لا. امال ايه؟ يبقى فاضل حاجة واحدة. يمكن انسي بنتي. وانا مش عارف، اصل انا عرفت نصفان كتير كتير قوي. ما داير تكوني بنتي من واحده من النسوان دي. انا بنت حسونه الطرابيشي يا معلم دعبس. حسونه الطرابيشي؟ حسونه الطرابيشي خلف ولد وانا اللي قتلته. ابن حسونه الطرابيشي ده اخويا وعايش. اخويا اللي امي نادرته عشان خاطر يقتلك، واللي انت فضلت طول عمرك مرعوب منه. بس لو كنت عرفت ما كنتش ترعبت. طلع بتاع مدارس، قال انا مالي اللي راح وخد بعضه ومشي. لكن انا اللي اتعذبت واتمرمطت وانا عمري 5 سنين، خدمت في البيوت واتشتمت واتضربت ونمت في المطابخ. ده كووني بالنار مره عشان كسرت طبق. تفتكر لو كان ابويا عايش كان حصل لي كل ده؟ اما ابن حسون عايش، أمال أنا قتلت مين؟ قتلت مجرم زيك، قتلت جوزي. عارف محسن الطرابيشي يبقى مين؟ يبقى ابن عمي. أمي جوزتهوني عشان خاطر يلم لحمي. كنت تعمل إيه لما البخت ينير؟ بدل ما يلم لحمي كان عاوز يعريه. وأنت السبب، لأنك قتلت الراجل اللي كان المفروض يحمينا. تعرف محسن كان عاوزك ليه؟ كان عاوزك عشان يبوح لك بسري ويقبض الثمن. الشر بياكل بعضه يا معلم. طول مدة السجن وانا عمال افكر ليل ونهار هاخد بطاري وطار امي وابويا منك ازاي. كله من تدبير يا معلم. قتلتك وانت حي. بس فاضل حاجة واحدة لازم تعرفها، ان الشيخ دردير اتجوز امي، قرا قرآن في الطرب، شحط علينا، ربانا على قرص الرحمة. الليلة زي ما هي ليلتك يا معلم.
ليلتي انا كمان. انت الورق ده كله، النور اتفضلي.